موجود في دبي في رافلز دبي، مؤتمر جميل جدا وتنظيم رائع. اتشرفت بالدعوة الكريمة من الهيئة المنظمة للمؤتمر لإلقاء محاضرات عن نحت الجسم عالي التحديد والنحت الديناميكي للجسم، وزي الطريقة بتاعتنا باستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم علشان نقدر نوصل للشكل الجمالي العضلي القوي للرجال والشكل الكيرفي الجميل للسيدات. طبعا احنا بنستخدم انواع مختلفه من التكنولوجيا عشان نوصل للنتيجه اللي احنا عايزين، نسحب الدهون من اجزاء معينه من الجسم عشان نعيد حقن وتوزيع الدهون مره ثانيه سواء كان في الرجال في العضلات او في النساء في منطقه المؤخره والثديين واليدين والكاحل، وطبعا منطقه المهبل لو احتاجنا لكده. من احسن طبعا في تكنولوجيا الوصول للاهداف دي هو جهاز اللايكوماتيك باي ايرومي من بلجيكا، بيدينا فرصه كويسه جدا ان احنا نقدر ننحت الجسم كويس جدا ونقدر نتحرك في اجزاء بسيطه جدا سنتيمترات علشان نقدر ننحت العضلات والسكس باكس والخطوط العرضيه لعضلات البطن من غير ما نفتح فتحات كبيره في الجسم، بفتحات صغيره جدا ممكن فتحتين او ثلاثه بس في الجسم كله، نقدر ننحت كامل منطقه الترانك او منطقه البطن والظهر ونوصل لاحسن نتيجه ممكنه من غير فتحات كتيره، وده اللي بيوفره لنا نقدر نعمله عن طريق جهاز الـ